هنا داخل هذا المخبر الوحيد بمنطقة النشاطات بالأخضرية بولاية البويرة، يتم إنتاج الدواء المقدم للمرضى المصابين بفيروس كورونا، والذي تبنته السلطات بعد أن أثبت نجاعته، وهو البروتوكول هيدروكسيكلوروكينا. احنا صانعين رانا كما يقول لك لهنا في الأخضرية من جويلية 2017. بعد ايفيدامون كي جات هذه الجائحه هذه اتصلت بين وزاره الصحه ووزاره الصناعه الصيدليه، وقالت لنا كما يقول لك دارت كما قلت دوموندات هذا الدواء بروكينا كاع لي ستوك اللي كانوا عندنا لا فارماسي سنترال دي زوبيتو. المخبر الوحيد في الجزائر ينتج ما يفوق 130 ألف علبة منذ بداية الجائحة بمعدل ما يقارب المليون وحدة يومياً، أي 200 ألف وحدة في الساعة. منذ بداية جائحة كورونا خدمنا يعني حوالي 130 ألف علبة الهيدروكسيكلوروكين. نقدروا نخدموا فالور عندنا 200 ميل كومبريمي، هذا 200 ألف وحدة يوم، لا في الساعة. وفي اليوم نقدروا نخدموا حتى 1,800,000 على حساب. في انتظار اللقاح المرتقب ضد هذا الفيروس، يبقى مخبر الأخضرية بولاية البويرة المصنع الوحيد لهذا البروتوكول الذي ساهم في شفاء آلاف الحالات منذ بداية الجائحة.